السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. شفت الكذوب اللي وراك؟ تعرفنا؟ تعرفنا كذوب عود؟ وايد عود؟ الذوق وايد. شامل العالم تحرم موسم اليارات. موسم اليارات في مطار بانكوك. خلق اللوب ما خلق. قول لي حبيبي شبشب ده لونه ايه؟ صلاح شو لون النعال؟ شو لون شبشب؟ ابيض. لا انا مش ابيض حبيبي. احمر ولا اخضر؟ شو لون النعال؟ ابيض. ما بابيض احمر. حمار. علي يقول لك احمر. حمار. احمر شاطر. إيه. شاطر ابو اشرب؟ على تعتك ولا اشرب انا؟ يعني انت بسامح؟ اوكي صلاح يشرب ولا لا؟ لا. يا ارباب ارباب صلاح ارباب شيخ. شو ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا سوينا تشيكن وحطينا سماننا وكل شيء وعينا من الله خير ونزلنا اخذ السم كارت. انزين خذنا السيم كارت وركبناه حقي انا وحق صلاح وحق البنغالي. هذا الكذوب ما اخذت له ليش ما اخذت له سيم كارت؟ لان بيلس يشغل عمر الله بالتليفونات ويا الواتساب ويا النت. على هالاساس ما اخذت لان جايبنا هنا من هناك لين عسب يلس يرمس. انا جايبنا طول هالطريق عسب يلس يرمس يسولف وياي ما بيلس يشغل عمره في النت. المراد ما بهاي سالفتنا. ونحن نازلين يا خالد انا جعان وديني اخذ ماكدونالد. قلنا له ان شاء الله بوديك ماكدونالد. ودينا ماكدونالد وزج له اثنين. المهم ونحن ظاهرين وين ماكدونالد تحدون مشاهد الانتركونتيننتال. لقيتنا رجال يقول والله شيء قدامكم شيء معرض. المعرض هذا ما يحصل في السنه الا يوم واحد هو اليوم وبيسكر المعرض ترى باقي له ساعتين تلاحقوا شيء لا صار ولا استوى. فنان وشي زين وبيعيبكم ولا لا 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 من هالكلام. هو عبر طريق يعني رجعت بدلته ودنياه. المهم يا صاد تصدق اخذنا من العلم وقعد قدامكم يصير يعني يبالي خمس دقائق مشي. مشينا خمس دقائق ربع ساعه 20 دقيقه وقفنا تك تك وراوينا اللي كاتب لنا اياه العنوان ترى وين ابليس مضيع يا يعني. وسكينا لين اخر الدنيا صدنا شيء معرض ما اقول لكم لا لكن معرض شو؟ معرض ابوي مال مجوهرات. عذرا معرض مجوهرات مودنا نحن تونا واصلين سعرين طعم مجوهرات وباقي له ساعه وبيخلص المعرض. خذنا لفه المده دقيقتين في المعرض ابوي ركبنا ظهرنا خاري وقفنا التاكسي. قلنا لابوي ودنا الانتر كنت الانت ودنا فندق الانتر كنت الانت شيبه ماي روم يتنسخ ودانا على اساس الانتر كنت الانت زميحوه طبنا ساعة حاطبنا الدنيا العودة هاي كلها وآخر شيء أبوي جابنا عدال الفندق هاللي الحين ربسكم منه فندقنا ولا شيء تودانا. المهم عيبني عادة الفندق الحين اللي نزلنا عدالة ما هن علي أعطيه نول وعلى الفاضي. قمضني الديكور مال الفندق هالجميل وهالشيء الفنان قلت في خاطري بصور لكم إياه بسوي لكم كم من سناب وببربر على روسكم. برد أبوي بركب تكسل وبخليه يودينا فندقنا. شو اسوي من الغلبه يا لقم عشان هو كان يقول لك انت على اورينتال. واسم الفندق يشابه اسم فندقنا. اسم الفندق ها اورينتال اورينتال تليفون اورينتال هوتيل. زين شفتوا هالثريا اللي كم كبرها؟ تخيلوا هذا الشيء هذا كلها من ورد كل هذا ورد. ها شوفوا ورد مجفف. وين جتهم هالبصله؟ شيء بالعظم مشتت منو وبلي شتت. الله ينهم باهسين البهاسة اللي في الدنيا كلها فيهم. أغلب الوان اللي تعيب اللوادب في الدنيا العودة وين ما تصير البنفسج. وين ما تصير البنفسج لا عبدو. هذا ما دخل الفندق فندق ما أفخم ما يكون اسم أورينتال. ريال صلاح ابويا اللي استأنف تحت في المطعم خليته يتريل لان غرفته معاها ريوق ونحن غرفتنا بلي ريوق. وصلاح تم بدريوله وانا وياي ديتشو هاي ديتش الحمام سمعتوه بديتش الحمام هاي ديتش صبياي. اي بسم الله.
على هالحالة. شو الحل وياه؟ يا غير منيور حشي يا ابوك. لو عندي دهن حارة تطبخ فغوير صغيروني زليته في خنفرته وبفتك مع النخير. بسم الله الرحمن الرحيم. تزوج سعيد وتزوج سعيد. الثاني هي تبغى تفك مني علشان هي تتزوج. وفي الأخير تزوجت خالد الخالدي اللي يطلع في السناب. وإن شاء الله لما بيستوي تقصير واللي يبيع الطلبات مثل ما هي عليه تضطر شوي على الرحم يتحيدونه. صلاح ميت من الجوع بياكل كبدي. ها صلاح يلا غدا له عشاء حينه. يعان منيوه ما يعان ولا شو ما تبغي تاكل ولا لا؟ اي اي روح ما تعب انت روح ان شاء الله. صلاح الدل ولا لا؟ خيبه. صلاح صلاح ارفع راسك ارفع راسك شوي شوي وبالراحه يتجلب بكبره اليوم شو يا في اي سفره حسافر ويبتين تكون رسميات انا عندي ويبه الريوق تكون قويه وتجيله يعني شيء شيء فنان تكون واللي عقبها الويبه اللي حيده هي بين العصر والمغرب ويغطوط الشمس هاي يعني هي اهم ويبه تكون عندي انا مطعمي هذا دوم ايه انا مشاهد الانتركونتيننتال في فندق هني بعد مشاهد لنا 5 ستار شيء عندهم مطعم تاي فود يعني اكثر من 8 سنين 10 سنين ما شديت تايلاند الا اكل فيه اكثر عن 3-4 وديات يعني 3-4 وديات لازم اكل فيه شيء غريب مطعم شوية غالي لكنه احسن اكل تايلندي تروم تاكله في تايلاند في هالمطعم بالنسبة للمطاعم العاديات اللي في تايلاند يعني من أغلاهن يعني شيء وايد زين أكله من أروع ما يكون وديكورة من داخل شيء خيال يعني هادي فنان يبتدي يبتزر من عقب أظني ساعة ونص مطعم وايد فنان يعني أرباب اصبر يعان لهالدرجة إن شاء الله هذا اللي أولا ما بيقبل الحين هو ما يدري بني على غفلة ولا تصور هو يا سحينة يتعبث التليفوني إذا يتحرى عمره بيعوم يفتحه ما رأى وهاي الطاولة بوي ما يندرفها ما تكلم ما أدري تشل وايدين يعني أظني ما تشل ولا مالت واحد من التياري هو ورباعته أنا أخبركم قبل يوم شيء طلب غريب أخبركم به طلبي هنا في المطعم هذا الأشياء المميز اللي تيوزي لي البملو سلط هو عبارة عن البوملي يعني نوع من أنواع الحمضيات البرتغال مثل أظني بشرات الحامض حلو ويخدمون بطريقتهم هي المتعارف عليها يجلون الثوم روحه من غيره يحطون للصوص صويا صوص وما ايش قالوا ويشوحوا له شويه ربيان كنه لكن يغدي شيء يعني ممتع وفنان وايد غالي لكن اللي ما يحب الاكل التايلندي ما يخصه في المطعم هذا لازم تكون انت عاشق للاكل التايلندي حقي عيبه اللي يميز البوملي سلط الثوم يقطعون شيء حلقات طرنشات ويجلونه ويخلطونه وياه فيستوي يعني طعم حامض حلو بحار حامض حلو بمالح بحار 4-5 مذاقات له وبالأخص عادة يوم بتيجي تحت الضرس حبة الثوم هاي لازم تتخرخش تحت الضرس يعني تحيدون رأس الصافي يوم ينقرم هالنمونة صلاح حبيبي صلوحة خلاص شربة بعد بس خلاص هذا هاي المارك مالك إنه خلاص 100% ما يعيبه
ورقتين كلينكس وتن عليها عزر عليها التي تنظف. زين صلاح؟ هاي عادة البابايا سلط يتنقون الفيفاي، الفيفاي الخضر مرة بعده ثمه يفنخونها فنخين ثلاثة، من يفنخونها نشوا بول شلوا فنخ واحد وبشطوه شي شرات الصلوب البلاليطي غدي. شو عاد مكوناته؟ هاي فاصوليا الخضراء، هب علي اسمها ايدي يسمونها شو؟ فاصوليا خضراء. فاصوليا خضراء هاي دقاق روحه ني عاد. وربيان بالصغار، شوف مصغرونها الربيان، ربيانها كبرها شويه اكبر عن النمله. وزق السبار وطماط صغار وما ادري شو وما ادري وايد اشياء فيه. فهاي اختصاص يعني سلطتهم التايلندية، وأنا ما ببلع عد لكم كل شيء. وهذا ربيان بعد من غير ها شاب مسوي ستيم هذا ويسووا اللي ما شو قاعد شيء فنان فنان يعني. ها الحبيب ها راح ينصح ينصحك علي، اسمع النصيحة. شو صلاح اليوم؟ هي ما شاء الله شريك. أيوة دقيقة. شو قال لك الحين النصيحة؟ شو نصحني؟ بيقول لي ما تاكلش بصل عشان لو كلته هتنام، حسنك انت عايز تنام فخايف علي. قلت له شكرا على النصيحة. والتوم يبسو بعد ما هو مميز عاد الإنسان على حسب رغبته يقدر يقول لهم يخفون الفلفل وحد يقول لهم عادي. What kind of rice this one? This one is Era 1 fried rice. Uh-huh. What does it mean? It means the rice fried with crab meat and chili paste. هذا سي باس محلول عن العظم وما ادري شو مسوي بعد مخدوم بلاستين. وهذا تحدون ربيان خبرتكم عنه ساعة. يلا انا سامحوني ترى الاكل بيثلج وفي مطعم ابوي لا عندي حد بيرد يسخن ولا شيء. يلا في مانع. اوكي صلاح يسد صلاح جود جود صح كلها ثانك يو حيلس جين فضيلك هو دولة زين ابدا غالي اخوك عنده كم عيل؟ 4. لا مش 4 والله. طب نقولهم تاني نعدهم. سعود عبد محمد محمد بعد محمد مين؟ بنت صغننه مين؟ انا كبيره. الكبيره مين طيب؟ ساره. ساره والصغيره؟ والصغيره البنت الصغيره مين؟ بس واحده. مين هي؟ مودي. مودي والرجال الشباب بقى مين؟ الله على حسب سعود. سعود بس على حسب محمد خالد. ايوه مين؟ محمد خالد. محمد شاطر جدع. يبقوا كم كلهم نعدهم كده؟ 4. ده جميل لونه ايه؟ ابيض. ده نهار اسود ده ابيض. طب وده لونه ايه؟ توك 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 توك. طب وخالد ده اسمه ايه؟ بقى.